ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك من مساجد هدمت، ومن أعراض انتهكت، ومن أطفال يتمت، ومن نساء ثكلت يا الله. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه، فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا جبار صوت عذاب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم يا باسط الأرض ويا رافع السماء، نسألك بأسمائك الحسنى أن توحد بين صفوف المجاهدين. اللهم عليك بروسيا والصين وإيران وحزب الله، فإنهم اعتدوا علينا يا الله. اللهم لا تدع لهم طائرة تطير ولا دبابة تسير، واجعلهم غنائم للمسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد بين صفوف المجاهدين وقوي عزائمهم وأيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.